الحقيقة وزارة الأوقاف شغالة على خطة جديدة، الخطة دي لتجديد فرش المساجد استعدادا لعيد الأضحى المبارك. كل عام وحضراتكم بألف خير يا رب دايما كده. وهيبدأ تنفيذ أو تبدأ تنفيذ هذه الخطة من اليوم يوم الأحد القادم وتستمر حتى قبل نهاية شهر يوليو. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن خطة الوزارة، وزارة الأوقاف في فرش المساجد بالخطة المستهدفة من خلال الدكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف. صباح الخير يا دكتور وكل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير على حضرتك، صباح الخير على الأستاذة بسنت وعلى كل السادة المشاهدين، وكل عام وحضراتكم دايما بخير ومصر دايما بخير. كل حضرتك كل سنه وحضرتك بخير. دكتور في البدايه عاوزين نعرف يعني تفاصيل الخطه بقى اللي تم وضعها من قبل حضراتكم في وزاره الاوقاف، وبتستهدف كام مسجد تحديدا؟ طيب اولا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ببدء يعني خليني اهني حضراتكم واهني الساده المشاهدين بقدوم عيد الأضحى المبارك. وخليني أبدأ مع حضرتك أن وزارة الأوقاف في البداية في العام الماضي قامت بإحلال وتجديد وافتتاح عدد 1171 مسجد، إحلال وتجديد وصيانة وترميم، منهم 971 مسجد إحلال وتجديد و200 مسجد صيانة وترميم. كل ده بيأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف المصرية للاهتمام ببيوت الله عز وجل مبنى ومعنى. وأيضا تم فرش أكثر من 2500 مسجد من السجاد اللي بينتجه مصنع سجاد دمنهور، وده مملوك لهيئة الأوقاف المصرية. وزي ما تم الإعلان على موقع الوزارة إن هناك خطة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بإن إن شاء الله بإذن الله هيكون هناك. أيوة يا فندم. طب يبدو ان كده في مشكله في الاتصال الهاتفي بدكتور عبد الله حسن، لكن هنرجع نكلمه تاني. بس فكره اللي هو تهيئه بيوت لاستقبال المصلين تحديدا في الاعياد وفي المناسبات، يعني انا اعتقد دي بتكون حاجه ليها اثر في نفوس المصريين تحديدا، لان احنا عارفين مدى اهتمام المصريين يا بسنت بالمساجد بالاضرحه ايضا. دكتور حسن حضرتك معانا؟ دكتور عبد الله. ايوه اتفضل يا فندم. حضرتك كنت بتحط لنا في تفاصيل الخطه اللي تم وضعها من قبلكم. نعم خليني ابشر حضرتك ايضا ان شاء الله ان هناك خطه بيعدها القطاع الديني الان في وزاره الاوقاف بمناسبه عيد الاضحى المبارك لفرش المساجد الجديده والاهتمام ايضا بالمساجد من ناحيه النظافه و الصيانه السريعه اذا كان هناك احتياج. طب دكتور معلش، هنا هو حضرتك بتقول الخطه لسه بيتم وضعها، لان حسب الخبر او الخبر اللي موجود عندنا ان الخطه هتنفذ الاحد القادم. نعم هناك القطاع الديني الان بيعمل على التنسيق مع المديريات من اجل فرش هذه المساجد. طبعا هناك اجراءات بتتم استلام الفرش من قبل المديريات، وان شاء الله الخطه هيتم تنفيذها بدايه من الاحد القادم، وسيكون ذلك على مدار. طيب واضح ان في عطل تاني في الاتصال. وفي كده في مشكله في الاتصال تقريبا، هو الدكتور بيكلمنا وهو في اتجاهه للشغل يعني، فعشان كده النتورك فيها مشكله يعني. زي ما انت قلت يا احمد ان دي من اهم الحاجات في نفوس المصلين ونفوس طبعا المرتدي على المساجد. من اجمل الحاجات انك دايما تشوف المسجد اللي انت بتصلي فيه مؤهل ليك نفسيا انك تروح وتصلي، بالذات كمان بعد الانقطاع اللي كان في خلال فتره كورونا.